السلام عليكم. سلام ابو عبد الله، الاخبار؟ الحمد لله على السلامه. خاشمني بعد؟ خاشمني الحمد لله. تعال صدق، انت بعد صدق محموم مزكم ما ادري الحمد لله ماشي. اي وش سكام بلاعين انزل هني قابض لي صدري وياني هذا خاشم. مبروك وبعد مبروك ما عليك من الحين. يوه يعني مرة من الحين بتعدان. الحين بروح حقي انا والعصر بيا بشلك بودك والبحر تصلبك، بغى اوديك العياده وما ترد علي. برحقت ما بطلع. ها؟ ما بطلع. زرد علي على الاقل، بغى اوديك العياده يضربوا كبر هذا، يعطوك حبوب مال بلاعين ما شيء. بسدك عليه زنجبيل. يعني زنجبيل بخوزه؟ ها؟ اي نعم. الحين موسم ابو عبد الله. موسم تراك انت الا اشرب لي شاي خدري. لا لا لا. وتشرب لي شو عصاير. بعد ما بتم صاحي طول السنة. ما بتم صاحي بعد الواحد بعد. يا شوي. الحمد لله. اهم شيء الصحة. تحيد مكاني يضبط الزنجبيل. مصري انت تحايط عليهم، انت تعرفهم. يلا بسم الله. تعال لا تدانت لكنا فلفل، هذاك الفلفل اللي عطيتني هو زين ليك، خبز عنك البلاعين. بنصير. متى تروح صلالة أستاذ محمد؟ أشوفك ما رحت الحين. أنا متعود أروح صلالة جمعة خير بحدود تاريخ 22/7 بهذه التواريخ، تعودت أروح كل سنة إذا ما عندي تغطيات خاصة. أروح بهذا التاريخ، يعني أنا تعودت عليه من سنوات. أقعد تقريبا من 23/7 إلى تاريخ 10/8 تقريبا او 12/8 بتكون هذه ان شاء الله رحلتنا الى صلالة هذه السنة. انا لله وانا اليه راجعون، وخالص تعازينا لذويه. ببالغ الحزن والاسى تلقينا خبر وفاة المغرد الاستاذ احمد بن علي المعمري. لا حول ولا قوة الا بالله، ونسأل الله ان يرحمه وأن يسكنها فسيح جناته يا رب العالمين. لطالما كان بيني وبينه تواصل هذا الرجل، ولطالما كان من أشد داعمين لي بتويتر عبر حسابه الكبير. الله يرحمك ويغمد روحك الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.